أقيمت في هذه السنة 1445 تصفيات مؤسسة شارق القرآن الكريم والسنة النبوية جائزة المنطقة الوسطى، وكانت الحمد لله رب العالمين المنافسة قوية والأجواء جدا رائعة، وتمت التصفية في جو أخوي يطبعه التنافس الشريف. نرجو الله عز وجل أن يزي الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على رعايته لهذه المؤسسة الكريمة وحرصه على تطويرها. وهذه المسابقة هي إحدى فعاليات مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية على مستوى إمارة الشارقة عامة. لا يفوتني هنا أن أذكر أن الجائزة لها فرعان، قسم الذكور وقسم الإناث، أو قسمان بالأحرى، قسم الذكور وقسم الإناث، وكل قسم يتكون من فروع. بدأ فرع للقرآن الكريم 30 جزءا، وفرع لـ20 جزءا، وفرع لـ15 جزءا، وفرع لـ10، وفرع لـ5، و3 و2 و1. والأمور صارت بشكل سلس وطيب الحمد لله رب العالمين، شكرا لله.